لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا نجم من نجوم الزمن الجميل، أشهر شرير شيك في السينما المصرية والعربية، الفنان الجميل سعيد عبد الغني. وناس أب الجو ده بالنسبة لك هيبقى عالي جدا، لأنك هتشوفيهم كتير. تعرفي أحسن دولة صداعية إنك تنسيه خالص وتفكري في حاجة تانية. نبذة سريعة مختصرة عن حياته الفنية. الفنان سعيد عبد الغني أحد نجوم الزمن الجميل، ولد يوم 23/1 عام 1938، وهو ممثل مصري موهوب تميز في أدوار الشر بإتقان، مما جعله أثبت وجوده بجدارة وسط أكبر نجوم الفن المصري والعربي والسينما المصرية العريقة. كل اللي مكتوب في الورق ده ما فيهوش أي شيء من الحقيقة غير اسمي. حتى لا مش هنخليك تعرف. أمان ولد بقرية نوس البحر مركز أجا محافظة الدقهلية، وهو حاصل على ليسانس حقوق عام 1958، ولم يكن في حسبانه أبدا أنه يعمل بالفن. يا سعادة بيه. نعم يا جابر، الكلام اللي سيادتك بتمليه ده عن أنا طبعا. مش ده كلامك اللي انت لسه قايله؟ مش دي اعترافاتك؟ لا يا سعادة بيه، سيادتك بتتكلم في حاجة وأنا بتكلم في حاجة تانية. فقد توجه للعمل في جريدة الأهرام المسائي القسم الفني، وترقى وأصبح رئيس القسم بها، وخلال عمله تعددت لقاءاته بالفنانين والمخرجين، ودي كانت بداية التحاقه بالفن في مسرحية القرار ومسرحية جبل المغناطيس عام 1973. تعالى بتردوا بإيدنا أخوانا. أنا كلب يا رب. كانت أول مشاركة سينمائية له في فيلم الفاتنة والصعلوك عام 74، كان عنده 35 سنة، وبعد ذلك قدم مجموعة كبيرة في الأعمال السينمائية والدرامية، وكان من أهم أفلامه وأعماله فيلم إحنا بتوع الأتوبيس، والذي حصل فيه على جائزة تقديرية من جمعية الفيلم، وفيلم المذنبون عام 1975، وفيلم حبيبي دائما عام 1980، وهو يبقى والد الفنان أحمد سعيد عبد الغني. رحل عن عالمنا الفنان سعيد عبد الغني يوم 18/1 عام 2019. مليانة بأسماء المتآمرين. أهلا سيادة المأمور، بلغني أن الضيوف شرفوا عندك. عظيم، عايزك تهتم بيهم وتكرمهم شخصيا، خصوصا اننا داخلين على ترقيات. المطلوب اعترافات موقعة وبس. اتفضل امضي يا والدي. امضي عليا يا سعادة البيه، ده الكلام ده يوديني في داهية. ليه بس يا راجل تفكر التفكير الوحش ده؟ ودي عايزة تفكير يا سعادة البيه، نسين وجيب واحدة منهم توصلني الحمل المشناق. يا والدي خليك راجل مؤمن بالله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يلا امضي. لا لا يا سعادة البيه، ما اقدرش امضي، ده في سوء تفاهم والله. احنا بتوع الاوتوبيس. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن الفنان الجميل سعيد عبد الغني.